يعني واضح أن الإدارة الأمريكية تريد أن توقف الحرب في قطاع غزة وأيضا في لبنان، خاصة مع اقتراب موضوع الانتخابات الأمريكية الشهر القادم. ولذلك دعوة الحكومة القطرية لمدير الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز وأيضا مدير الموساد الإسرائيلي الذين وصلوا إلى الدوحة يعني اليوم، ومن المتوقع أن يعقدوا الاجتماع ويبحثوا هدنة من أجل، ويعني كل الأنباء تتحدث عن هدنة قصيرة. صحيح. وهذا ما ترفضه حركة المقاومة الفلسطينية، لأن المقاومة الفلسطينية تريد حلا جذريا وإنهاء العدوان على قطاع غزة وأيضا الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة وأيضا إطلاق سراح الأسرى متبادل. وليس طيب في هذه النقطة لو تسمح لي أستاذ محمود، يعني حضرتك ذكرت أنه هدنة قصيرة، يعني هناك حديث عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوع أو أسبوعين ربما فقط، إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى، ربما العدد يصل إلى 5 فقط. يعني إذا ما تسألنا عن سبب هذه الصفقة الصغيرة، يعني هل هو، يعني هناك من يقول أنه هو شراء الوقت لحين الاقتراب من 5 نوفمبر الانتخابات الأمريكية، هل هذا وارد؟ نعم، يعني الإدارة الأمريكية مع أن تكون هناك إطلاق لعدد قليل من الأسرى، وهذا يفيد حقيقة يفيد الحزب الديمقراطي في تحقيق نجاح في لهاريس كمالا هاريس في الانتخابات القادمة. ولكن المقاومة الفلسطينية وأيضا أهالي الأسرى الصهاينة هم يرفضون ذلك، هناك رفض تام، يريدون يعني أهالي الأسرى يريدون الأسرى بدون عدد، يعني ليس فقط 50 أو 100، يريدون أبنائهم. وأيضا المقاومة الفلسطينية تريد أن تكون هناك هدنة شاملة وليس لمدة قصيرة، لأن الاحتلال كما يشاهد العالم هناك جرائم ترتكب في كل لحظة، وما يحدث في شمال قطاع غزة هي جرائم يومية، يعني أكثر من 800 شهيد في خلال 23 يوم في شمال قطاع غزة، إضافة للتدمير الكامل. ولذلك ما سيحصل من الاجتماعات الدوحة اليوم أو غدا، يعني لا أمل، يعني لا، ليس هناك توقع بنجاح هذه المحادثات، خاصة لأن الحكومة الصهيونية دائما هي من تضع العراقيل، يعني هي من أفشلت المفاوضات في شهر آب الماضي ومضى على انقطاعها أكثر من شهرين، وهي تضع شروط جديدة، الاحتفاظ بمحوري نتسريم وفيلادلفيا، وأيضا تفتيش كل الأهالي العائدين إلى الشمال الذاهبين إلى شمال قطاع غزة، يعني الاحتلال هو من يعرقل. نعم، جزيل الشكر لهذه المداخلة وكل هذا التوضيح من نابلس محمود الصيفي الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير العربية.